ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلع حلقتنا زي ما يقولوا حلقتنا اليوم. لكن انا قبل لا ابدا في السالفه عشان مره حابه اشكر تشولي بومبون على الضيافه الطيبه اللي هيشاركونا فيها لليوم ويخدمونا فيها عشان نقدر نعطيكم حلقه رايقه كذا عشان الطاقه حلقه اليوم حلقتنا سالفتنا تستنفذ الطاقه اللي فينا حلقه انفعاليه فلا بد من شيء يعززنا من جد. موضوعنا لليوم لما يعني موضوع لا يختلف عليه اثنين في مقاومته او في الموقف المعادله. طبعا احنا انا اكاد ما ابغى اجزم ولكن اعتقد انه نسبه كبيره جدا من سكان هذا الكوكب مروا في هذا الموقف او مروا في الموضوع اللي احنا نتكلم عليه وهو التحرش. وهذا الشيء الآن قاعد أشوفه مع الأوقات أنه قاعد يتوسع وقاعد يأخذ أبعاد أكثر بسبب تنوع الحياة وتنوع الأشياء وتنوع طرق التواصل وتنوع الأفكار والانفتاح وما الانفتاح وكل هذا قد يوصل لنا إلى التحرش. لكن الفكرة كلنا متفقين على أن التحرش يجب أن نأخذ منه موقف معادي وموقف شديد وموقف ونكافحه ونقف أمامه. لكن لن يكافح شيء لم يعلن ولن يكافح شيء لم يعترف فيه ولن يكافح شيء نخجل من أننا نحكي فيه. كلنا تعرضنا للموقف بشكل أو بآخر وأنواع كثيرة وهنحكي فيها اليوم في حلقتنا. فإحنا حابين نتكلم اليوم عبير عشان يمكن نوعي عدد كافي من الناس سواء كان رجل أو امرأة أو طفل سواء كان شخص قريب سواء كان شخص بعيد. الموضوع هذا جدا مهم، لازم يكون في وعي أكبر وأكثر. حتى المجهود اللي قاعد يقدم من قبل جهات مختصة لازم يزيد أكثر، لأنه فعلا مع اختلاف العصر واختلاف الأزمنة زي ما ذكرت يا لبنى أو أنه يكون في انفتاح مختلف، هذا يخلي طريقة أو أنواع التحرش تختلف. الآن في أنواع كثيرة مختلفة ممكن إحنا نجهلها أو يجهلها الآباء تجاه أبنائهم يتعرضوا لها. صح. التحرش من أكبر أو أخطر الأمور اللي ممكن يتعرض لها أي مجتمع في الحياة. عشان كذا اليوم في حلقة سيدتي رح نتكلم معاكم مشاهدينا عن التحرش. إيش هو التحرش؟ هو إيذاء، إيذاء جسدي، إيذاء لفظي، إيذاء نفسي، وإيذاء جنسي. استخدم أو الناس بتأشر على التحرش كنوع من أنواع التمييز العنصري الشديد، عنصرية شديدة اتجاه الجنس، اتجاه الجنس الآخر، سواء امرأة تحرشت في رجل أو رجل تحرش في امرأة. طبعا كمان أبغى أقول لك طبعا إحنا يمكن زي ما ذكرت عبير التحرش اللفظي أو التحرش الجسدي. أنا من وجهة نظري التحرش لا حصر له. صحيح. يعني صحيح. في مواقف كثيرة وإحنا لو عندنا إدراك لهذا المفهوم إنه التحرش لا حصر له ما كان كثير تعرضوا للتحرش من أقرب الناس لهم. وفي دراسات كثيرة كانت تقول إنه خاصة في الفئة العمرية الصغيرة الأطفال إنه أغلب المتحرشين فيهم بيكونوا من دائرة من الدائرة ومن الأهل وكذا. والتحرش على فكرة يعني هو دائما مربوط بالإيذاء الجنسي. يعني لأن أنا وأنا أقرأ أنا ماذا نفسي بعد التحرش؟ أنا لا أقول لك شغلة، أنا قلت شو الفرق بين التحرش والتنمر؟ فهمتيني؟ التنمر هو هجوم على 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 لون، على بشرة، على إيذاء نفسي وأيضا على جسدي وعلى جسدي. نعم. بس التحرش دائما مربوط بغريزة. يعني ليس تحرش لمجرد الإيذاء، يعني لما باجي أضربك من كتفك وأزيحك لورا هذا تنمر جسدي. لكن لما ألمسك بطريقة مختلفة بطريقة معينة هذا تحرش. لأن في ناس كثيرة في الواقع تقول لك أنا هو ما أدري أنه تحرش فيني، أنا بالي ضربت. بالضبط. وهذه يمكن مشكلة كثير من السيدات لبنى، ان هم ما يعرفوا انه هذا تحرش، هذا يعتبر تحرش. او حتى رجل يقول لك انه ما اعرف انه هذا تحرش، حسبتها بتسال عادي بتتكلم عادي، ولكن هي في الحقيقه تتحرش. يعني بالضبط. زي ما قلنا الانواع قد ايه بتختلف. بالضبط. يمكن انا عن نفسي من اكثر الانواع اللي كنت استغربها اللي هو نوع جديد مختلف عصري متطورين. والله التحرش الالكتروني. ايه التحرش الإلكتروني يمكن من أكثر الأنواع اللي إحنا نستغربها وغافلين عنها. لأنه ممكن أنت عارف أنه البلاي ستيشن مثلا كبلاي ستيشن ممنوع عندي في البيت، لأنه أنا ما أحس أنه في وعي كافي
بالنسبة لبناتي إن هم يستخدموا الآن بلاي ستيشن. أنت عارفة يا عبير، أنت تقولي إن التحرش الإلكتروني فاجأك بالنسبة لعبير، لكن أنا فاجأني شيء ثاني أكثر. مأمن الناس أسرها، ومأمننا أهلنا، ومأمننا بيوتنا. تخيلي إن يكون يعني يأتيك الضرر من مأمنك في شيء اسمه التحرش العائلي. أنت متخيلة؟ أنا في من فترة جتني رسالة من مبنية عمرها 15 سنة، يمكن تكلمت عليها، عمرها 15 سنة، قالت لي أنا وأنا عمري 10 سنين تعرضت للتحرش من أحد أقاربي. المشكلة وين؟ أنا وين انقهرت؟ أنا وين؟ قالت لي أنا رحت قلت لأمي، زي ما أنت قلت يا لبنى، أنا رحت قلت لأمي، أمي قالت لي اللي سوالك إياه هذا شيء عادي، لا تكبري الموضوع. الأم خافت. هنا الأم خافت، خافت تتكلم. إن البنت بعدين لما جلست فصلت معها قالت زوج خالتي، إحنا كلنا نجتمع في بيت العيلة. محاسبة هذه الأم على هذه البنت وعلى هذا التصرف، أنت محاسبة على الفعل اللي أنت فعلتيه غلط غلط. هي الأم ما أدركت. إيش اللي لا تكبري؟ إيش اللي لا تكبري؟ يعني أنت عارفة ممكن طب هي عمرها 15 سنة دحين وما تكبر الموضوع، طب لما يصير عمرها 20 سنة متى تكبر الموضوع؟ لا يعني هي كمان أنت فاتك البنت بتقول لي أنا صار عندي عقدة، أنا متأكدة خوف من بيت العيلة، تقول أخاف، لا أخاف. هي حكت لي تفاصيل أكثر، ماني في حاجة لعرضها الآن، ولكن تقول لي أنا أخاف أروح البيت، أخاف أشوف خالتي، أخاف أروح. تقول حتى قلت لها أنت صادفت الرجل هذا مرة ثانية؟ قالت لي لا، بس أنا أخاف، أنا عمري 15 سنة، حتى لما أروح في المدرسة أنا شخص مرتبك، أنا شخص أكيد طبعا ترى يأثر على الصحة النفسية، يأثر بالضبط. عليها بيؤدي للكآبة. تخيلي قالت لي أنا صرت أعاني من نحافة، صارت البنت تعاني من نحافة بعد بلوغها، لأنه يقل الأكل، يقل. فأنا يعني للأمهات فيما يخص التحرش العائلي حرام، أولا انتبهوا لعيالكم، انتبهوا فهموهم يعني إيش تحرش، فهموهم إن المفروض ما تلمس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فهموهم ولا تستحوا من أولادكم. شيء ثاني، لا قدر الله بنتك ابنك تعرض لشيء وجاء حكالك، كبري الموضوع حتى لو هو صغير. صح حتى لو هو ما كان شيء، لو أنت شايفتي من قناعاتك إنه بسيط لازم يعني تفهمي، لازم تستفسري، لا أكبر الموضوع، لا أروحي وقولي حرام يعني في كمية ظلم مش طبيعي، وأنت أخطأتي بحقك وبحق نفسها هي هذه البنت. يعني أنت هتخلي هذا الإنسان يسوي هذا الفعل مع أكثر من المشكلة أحد، خلاص هو عاش حياته الكرة مع هذه البنت. طب ليه هو يمكن يكون تعرض لتحرشات لأطفال آخرين، ويمكن ما حد عرف، يمكن احنا هذا نتكلم برضو يا لبنى عن التحرش من منظور المتحرش، لكن المتحرش الشخص اللي بيسوي ذا الفعل، لكن كمان خليني أقول لك في تحرش في العمل. هذا كمان للأسف في العمل يعتبر من أسوأ أنواع التحرش اللي بتحصل، سواء كانت بنت بتتحرش بموظف زميل أو شاب بيتحرش بموظفة زميلة. وعادة ما تحدث هذه الأمور وللأسف لا يتم السيطرة عليها، لأنه عادة الشخص المتحرش في مكان العمل ما يكون مسؤول، ما يكون مسترئس هذه الموظفة أو هذا الموظف. تسمحي لي أضيف عليك إضافة عبير، كثير من البنات في العمل تعتقد ان متى اقول انه هو مديري قاعد يتحرش فيني، او متى اقول ان زميلي يتحرش فيني الا لو لمسني. لا مش بالضروري. لما يجي يصفك، لما يجي يوصف جسمك، لما يجي يطالعك بشكل يقول لك كلمه حلوه انت منك مستقبلتها، ما تبقى هذا كله تحرش. يعني لا تحرش، يعني تقعد البنت تخيل انا تعرضت للتحرش في دوامي، لا الحمد لله ما حد لمسني، مش كذا بس، مش هذا هو بالزبط. في تحرش اخر، في التحرش اللفظي، في تحرش النظره، لو لاحظتي زميل لك وانت رايحه طالعه قاعد يطالع جسمك هذا تحرش، هذا يستحق انك توقفي تروحي للاتش ار، تروحي لمكان وتتكلمي، لانه هذا تحرش. لو احد اخذ رقمك بسبب العمل بعدين بدا يرسل لك مقاطع او يرسل لك صور او شيء، الملاحقة ترى يمكن، يعني يمكن المجتمع، الأشخاص خلينا نقول اللي عندهم حسابات عامة على الميديا، الأشخاص اللي ممكن يكونوا معروفين ومشاهير، من أسوأ الأشياء اللي بيتعرضوا لها التحرش كده بالملاحقة غصبا عنك. أنت فين رايحة هو وراكي، أنت فين جاية هو وراكي، تسوي له بلوك في السناب يطلع لك في الإنستغرام، تسوي له بلوك من الإنستغرام يطلع لك في هذه كثيرة، هذه مزعجة كثيرة جدا.
وهم مو فاهمين ترى، انتبهي، حتى هو مو فاهم من هذا، هو بيعتقد او حتى هي حتى تيجي من بنات لبنات يعني عارفه تلاحقك بنت. أيوه يعني عرفتي. بس انا ابغى اقول نقطه اخيره يا عبير فيما يخص التحرش في العمل لانها مره مهمه. تتخيل ان في بنات كثيره ممكن تتعرض للتحرش في العمل وتخاف على رزقها وتسكت؟ هنا انا ارجع اقول الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ صح. ما ينفع تقولي أنا خفت إنه يفصلني، أنا خفت إنه يطلعني من الدوام، أنا خفت إنه أخسر وظيفتي. يا أخي خسريها، يا أخي خسريها، ما عندك مشكلة، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أنت تنازلتي وكملتي في موقف زي كذا، التنازل هيجيب تنازل، والمشكلة هتجيب مشكلة، وهتوصل للنقطة أكثر المتضررين فيها أنت. صحيح، معك حق. فاكرة قبل شوي كنت بقول لك نبغى نتكلم عن التحرش من منظور المتحرش. صح. المتحرش في خلينا نقول نوعين، الشخص اللي يعني بيقوم بهذا الفعل. طبعا احنا متفقين ان المتحرش شخصية غير سوية، شخص في عنده خلل او عنده مشكلة او اضطراب خلينا نقول في حياته. وعادة ما لقوا في الدراسات انه الشخص المتحرش اوريدي احد سوى في هذا الفعل وهو صغير. المتحرش شخص عنده عدم اهتمام، لا مبالاة، غير مراعي مشاعر للآخرين، التفكير عنده غير سوي، بحيث انه جاف باله انه هو يضايق هذه البنت بكلمة، او جاف بالها انه هي تضايق هذا الولد بكلمة، فقام نفذ هذا الأمر على طول بدون ما يفكر في نتيجة هذا التصرف. هذه مشكلة، أكيد مشكلة. بس لما يقول لك لبنى أنه شخص ما بيفكر في نتيجة تصرفاته، هذا شخص غير عاقل. يعني أنا ما بتكلم بس عن، يعني إحنا لازم نركز في هذه النقطة شوية. الشخص اللي ما بيفكر في نتيجة تصرفاته، هل تعتقد أنه هو شخص طبيعي؟ لا طبعا، مش سوي. بس هذا ما يشفع له يا عبير. أكيد ما يشفع له، بس إحنا نحتاج كمان في سن القوانين أنه إحنا الأشخاص اللي ممكن يكونوا كده أو بذي الطريقة أو بين هذا النوع من المتحرشين، نحتاج أنه إحنا نعطيهم أو يكون حسابهم وجزائهم أكيد بعد العقاب اللي سنته الدولة، يكون في زي علاج، يكون في زي مساعدة نفسية، زي مساعدة اجتماعية، من شأنها أنها تأهل هذا الشخص عشان يصبح فرد سوي في المجتمع. هذا نوع من الأنواع. يعني شوفي، أنا أقول لك شغلة، إذا هنتكلم عن المتحرش، أتفق معك أن في كثير ممكن من المتحرشين ما يكون مدرك أني أنا متحرش، مش مستوعب. والله ما في كثير يعتقد انه، يعني خاصه مثلا ممكن هذا النوع ترى تلقينا مش سوي. لا شوفي، هو لا تلقينا مدير والله، وتلقينا منصب، وتلقينا شخص ذو مكانه. ايوه بس مش سوي، ما هو شغل، ما هو من فانتزي، هذه فانتازيا. جزء من الخلل اللي عنده عدم الاستيعاب، عدم القدرة على رؤية الأمور على 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 شكلها الحقيقي. فش اللي يصير مثلا يرسل لموظفة ولا يرسل لزميلة، وأحيانا بعضهم تخيلي في بعض القصص يكون يرسل لزوجة صديقه ولا زوجة أخوه، ومحاسس إن الأمور حباية وأمور سهلة، وش فيكم، ليش مكبرين الموضوع، يرسل صور ولا يرسل محادثات، نعم، أو ما شابه، يعني أو يكونوا في جلسة، يعني في أحد، إذا مثلا يكونوا خاصة بعض الأسر اللي ممكن تجتمع كلها في 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 جمعاتهم رجالا ونساء، فيجي أحد الرجال مثلا بشيء غلط، فتجي البنت تقول إيش هذا، يقول لها خلي كول، هو مش مستوعب إيش اللي يقول، خلي كول، هو مش مستوعب إنه هذا السلوك يندرج تحت التحرش طال عمرك. صح صح، هذا السلوك هي ما تقبلته، تقدر تقاضيك، تقدر توديك ورا الشمس. أنت متحرش. شفتي هدول الناس اللي ما يعرفوا إن هم فيهم مثلا رغبة في التحرش أو في الإيذاء الجسدي أو الجنسي، أو سواء كان لفظ إيش من كان نوعه، يعني هم نفسهم اللي فيهم جزء كبير طلعوا كده بعد ما طلع القانون وسن، حتى لو أنت كتبت أو أرسلت قلب، شفت لما جلسوا يطقطقوا على القانون ده فترة، في ناس ترى إيوه أنت ما بتطقطق عليه لأنه أنت حبيت تمزح، أنت بتطقطق عليه لأنه في شيء أنت معترض عليه جوتك. يعني أنا كده أشوفها بالراحة، أنت اعترضت على هذا، يعني أنت في شيء، طب ليش؟ صح، لا طب عادي أني أرسل قلب، لا ترسل قلب، ما لك حق أنك ترسل قلب. هل هي هذه الإنسانة أو هذا الرجل، أنت كمان
ترى كلامنا اليوم موجه للرجل وللمرأة، كلامنا اليوم موجه للكل، مش مخصص لشخص واحد أو لفئة واحدة، كلامنا موجه لكل شخص ممكن يتحرش بأحد. كثير من الرجال الآن في زمننا إحنا شفنا أن هم كمان تعرضوا للتحرش. من يومين أنا وريم استضفنا فنان خالد وفنانة أيضا، كانوا مسويين فيلم اسمه امتنان، بيتكلم هذا الفيلم عن امرأة يعني هي بتسوق، يعني هي سواق وساقت فيه أظن من مكان للتاني. المهم بدأت تتحرش فيه وبدأت تضايقه وتبتزه وصور مع صور. طب نعم، طب ما فعلا هذا معناته هناك أحداث. ما أقول هو واقع، ما هقول هو شيء خلينا نقول ظاهرة منتشرة بقوة، لا لا لا، ولكن هناك أحداث. لبنى، يمكن من أكثر الأشياء اللي فعلا توجع لما يكون المتحرش أو المتحرشة بيجوا وبياخذوا الموضوع، طب ما هي كانت حاطة عطر، طب ما هو كان مدري كيف، طب ما هو يبدأ يلقوا الأسباب اللي يبرروا لحالهم. لا نعم، يعني شو، أنا هذا السؤال سألته لبنى قبل الهوى وفعلا عصبنا. إيش رأيك في هدول؟ لا تخيلي مثلا، والله ليش تحرشت فيها؟ والله هي اللي لابسة مدري إيش، هي لابسة قصير. سلامات. نعم. يعني زي ما معليش احنا دائما ننظر انه ما ابغى اتكلم بنوع من التمييز بين رجل ومراه واقول المراه ضحيه والرجل هو حتى المراه، لا ترى حتى المراه يعني، بس ابغى اقول شغله، يعني زي ما المراه كانت يعني او ما يعني مأمورة بالستر والاحتشام، الرجل كمان مأمور بغض البصر. صح يعني صح. لا والله يعني انا هذه الاجابه للناس اللي دائما ما تحط الحق على المراه، انه والله ما دام هي طلعت بهذا الشكل فهي قاعده تدعو أيوة. الناس انها تكون فريسه لاي متحرش وتقبل. لا والله، انت غض بصرك. انت ربنا كمان قال لك غض بصرك. زي ما هي المفروض ما تسوي كده، هذا الشيء كان غلط، طب هي اخطات، انت مو من حقك انه انت تخطئ. يعني عشان هي خطا هل انت صح. كمان لازم تكون خطا؟ عشان هو خطا هل انت كمان لازم تكوني خطا؟ تجيكي هي بكل سخافه، يعني خصوصا كثير بنات بيجي يقول لك، او البعض من البنات ما هنقول كثير عشان حرام الظلم، في بعض البنات بيجي تقول لك هو جميل. نعم. نعم. لا أنا بقول لك شغلة، شوفي السوشيال ميديا الآن عطت مجال، يعني يا الله قد إيش عطت مجال. أنت متخيلة البنات الآن عشان تروح مثلا، إحنا يعني قاعدين نتكلم وكأن المتحرش هو الرجل لوحده، لا، لا. حتى البنات كمان تتحرش. نوع من التحرش كمان البنات اللي بترسل صور للشباب تكون مثلا ما لها علاقة فيه، بتروح ترسل له صورة بتزعجي بصور، يمكن الرجال رجل ملتزم رجل قائم، انت ترسلي له صورة هذا يقدر ياخذ منها كابتشر ويقول لك هذا نوع من التحرش، فأهدى شوي أخف شوي. تحرش مش صفة والله نقول انه الرجل دائما متحرش والمرأة دائما ضحية، حتى البنات تتحرش. وأرجع أقول لا يوجد سبب يشفع لأي متحرش أو أي متحرشة. صح، ما في أي سبب يشفع لا عطر لا لبس ولا شيء. أيوه بالضبط، وهذا الكلام اللي احنا بنقوله الآن أنه أنت تلقي اللوم عليها أو هي تلقي اللوم عليك، ترى هذا الكلام لا يردع القانون، في قانون هيتطبق. يعني حتى لو جيت قلت أنت هي كده، ترى أنت هتتمسك وهيتطبق عليك قانون، كذلك أنت. والسالفة مرة تحمس، أنا ما أبغى أطلع فاصل، حتى أنا ما أبغى، مضطرين نطلع فاصل مشاهدينا أكيد، ولكن ما زالت سالفتنا لليوم مستمرة معاكم، خليكم معانا عشان نتكلم ونتعرف على كثير من الأمور التي تخص هذا الموضوع. التحرش هو ما دون الاغتصاب. التحرش يعتبر سواء كان جنسي أو لفظي من الأمور اللي ما نقدر ننساها، من الأمور اللي ممكن تخزن بشكل عميق وكبير جدا في الذاكرة. طبعا هذا يعود لتأثير التحرش على الصحة العقلية والنفسية والجسدية. يمكن من أبرز وأهم الشخصيات في العالم كانت أوبرا وينفري الإعلامية الأمريكية، اللي قالت أنها تم التحرش فيها واغتصابها، وحصلت لها كثير من المواقف المؤلمة وذكرتها، مع أنه مر عليها سنين هذا الاغتصاب، صار وهي طفلة، أنجبت طفل أول وهي مش متزوجة من وراء الاغتصاب، كانت أيضا طفلة. من بعد هذه الحادثة قررت أوبرا وينفري في برنامجها اللي يقدم إنها تتكلم عن هذا الموضوع عشان تشجع كل سيدة إنه هي تقوم وتتكلم وما تسكت عن حقها. هذا دليل كافي إنه فعلا هذا الألم
معتصر أو موجود في نفسها وفي قلبها وفي خاطرها من وهي صغيرة، وحبت أنه هي تتكلم عنه بعدين لما قدرت. يمكن من أكثر المواقف اللي تحزننا أنه أنا عن نفسي أنا حزنت كثير على موقف أوبرا وينفري، لأني خليني أقول لك تخيلي يا لبنى أنها كانت في سن يعني من عمر 14 سنة أول مرة يتم التحرش فيها، كان عمرها 9 أعوام، ومن شخص قريب لها في العائلة. عمر 14 سنة أنجبت طفلها الأول، وكانت بتتعرض لتحرش دائم برضو من نفس القريب اللي موجود في العائلة. نتيجة لهذا التحرش من العائلة صار لها للأسف هذا الموقف وأنجبت طفلها الأول اللي مات بعد ولادته بساعات. وبعد كده أوبرا وينفري ما صارت قادرة أو تقدر أنها تنجب نهائيا، لأنه هذا الموقف يمكن كان سبب مشكلة صحية في جسدها بشكل عام، فغير قابلة للإنجاب. للأسف أنه أنت هنا يعني لما نفكر في الموضوع، الموضوع ما أثر بس في أوبرا، في أوبرا وفي ابن أوبرا وفي زوج أوبرا اللي الحين تزوجته، ما صار عندها أولاد، ما صار عندها حياة طبيعية. فهذا الموضوع فعلا ممكن يفسد، عشان يفسد الحياة وما تكون حياتك طبيعية. ضاق صدري والله. أيوة مرة حزن. ضاق صدري. تعرفي ما ليس مبدأ، يعني إيش أقول لك، بعيد عن الإنسانية الأمر، بعيد عن الإنسانية. تعتقدي دائما وكأنه ناس هذا الموضوع بعد ما يقع يترك أبعاد نفسية قاتلة طبعاً. قاتلة سواء كان حتى يعني قاعد يخوني التعبير من كثر الموضوع ما هو مؤذي فعلا. التحرش، الشخص المتحرش فيه بيتألم، أنت كأنك بتصنع إنسان هيكون وحش. يا إنسان ضعيف هالك متهالك، يا تصنعي وحش. صدقيني وحش هو في الأخير، يا تصنعي وحش كاسر قد يصل في يوم من الأيام للانتقام من مجتمعه ومن بيئته ومن أهله ومن ذويه بطريقة. إذا يعني خليني أنا ودي أقول يعني لا قدر الله، يعني لا قدر الله تحرض للتحرش، أرجع مرة ثانية نقطة أهله ومجتمعه، يحتوى هذا، يحتوى صح، يساند، يراجع صح مع طبيب. الحمد لله الأطباء النفسيين المتخصصين موجودين في الدنيا كلها، راجع احميه، ساعده، طلعه، ليست نهاية الدنيا صح. مش صحيح كارثة كبيرة ولكن ليست نهاية يعني الدنيا. يعني احنا بنتكلم الآن عن أمريكا، متى أوبرا قالت هذا الكلام؟ أوبرا قالت هذا الكلام ما يقارب 12-13-15 سنة بالكثير قالت هذا الكلام. أمريكا ب 15 سنة كمان كانت ترفض أنه أي امرأة تخرج وتتكلم وتقول أنا تم مضايقتي، تم التحرش فيه، تم الاعتداء علي. كانت كمان عندها هذا الشيء كمجتمع أمريكي، هذا هم مجتمع أمريكي المفروض أنه هو يكون منفتح ويكون متقبل لهذه الأمور وعنده حق بالمساواة. كانوا فعلا رافضين هذا الأمور من بعد ما تم الإعلام عنه أو الإعلان عن هذا الموضوع والخبر ده وتكلمت فيه أوبرا. شوفي هذا دليل أنه الإعلام رسالة سامية وموجهة لكل الناس. الإعلام فعلا مهنة حقيقية. الإعلام لو أنت قدرت توصل كلامك وبشكل صحيح للناس، الناس هتستوعب منه وتطبق الشيء الصح وتترك الخطأ. الناس مش حمقى يعني، عرفتي؟ فعلا بدأوا من بعدها في أمريكا يطبقوا، يسمعوا الجهات الحكومية في أمريكا. أي سيدة تتوجه الآن وتقدم بلاغ يتم التحقيق فيه، يتم أنه أصبحوا يدوروا على قضايا عشان يحاكموا فيها متحرشين ومغتصبين من سنين. مستوعبة؟ يعني أصبحوا يعني يفتحوا قضايا وملفات سابقة أحسن وقديمة. طبعا أحسن. هذا الكلام يعني يمكن مش في بحثنا لليوم، ولكن من ضمن الأمور اللي كنت عرفتها من فترة، لأنه موضوع التحرش من جد أنا أحب أنه كثير نقرأ عنه، كثير نفهم فيه إيش لأنه بنواجهه وإيش المجتمع بيقدم اتجاه ده. كيف نواجهه؟ لأنه إحنا دائما عندنا قناعة أن إحنا محميين لن نتعرض. الناس الوحشين هم اللي قاعدين يتعرضوا للتحرش، إحنا لا، إحنا ما، إحنا الحمد لله بيئاتنا سليمة وأهلنا سلام ومحيطنا سليم، والمتحرشين هذول هناك في الوادي البعيد مو بيمنا ما ندري عنهم. هذه الصورة، الثقة الزائدة عن اللزوم بالأمان وإن كل الناس من حواليك ناس صحية وناس أمورها طيبة وكل تصرف تقول لا ما أتوقع هذا تحرش، لا أنا في هذا
هذا الأمر بالذات أنا أدعو إلى إساءة الظن. طبعا أدعو إلى إساءة الظن. لو جالك فموضوع زي كده يسيء الظن. يعني أذكر في أحد جلسات كانت ورشة عمل مع مجموعة من السيدات اللي كنا بندربهم عشان يبدأوا ياخذوا أعمال، يتحولوا من مستهلكين إلى منتجين من طبقات يمكن تحتاج دعم. طلعت أم قدام كل الناس، قدام كل الناس قالت أحتاج حل، أنا زوجي بيتحرش ببنتي. قوية جدا. أنا خذت قلبي. قالت أنا كانت مع أحد الدكاترة الكبار في العالم العربي دكتور جاسم الطوع، قالت أنا بنتي تتعرض للتحرش من أبوها وأنا مش عارفة إيش أسوي. أنا هنا أحيي الأم وبقوة طبعا، لأن الأم هنا أدركت المأساة والمهزلة اللي تعيش فيها هي وبنتها وحتى زوجها، يمكن زوجها يحتاج إلى علاج نفسي لأنه بنتك طبعا. حتى الدكتور سألها قال هو زوجك ولا أبوها؟ قالت أبوها. قالت أبوها. وكثير ما سمعنا من القصص، مشكلتنا دائما نستبعد الحدث ونقول الشر برا وبعيد مش عندنا. حط احتمال إنه ممكن يكون عندك، إذا ما كان من أب يمكن من سائق، يمكن من عامل، يمكن يا كثيرة كثيرة. يا ساتر، يا ما في أحداث زي كذا، سائق يتحرش في طفل لأن الأم سيب الطفل مع السائق لحاله، أو عاملة تتحرش في طفلة. الناني ركزي معاها. أبغى أسألك عبير سؤال. إحنا فيما يخص موضوع الأب، ذكرت الآن لما قلت إنه ممكن يكون الأب نفسه متحرش، تتوقعي المتحرش أو عفوا بنت الشخص اللي حصل فيها، البنت هذه أبوها وتحرش فيها، أو آخر تحرش فيها زميل أو أي أحد، أنتم متخيلين أن الشخص المتعرض للتحرش هتخلص الواقع ويرجع البيت ينام ويصحى الأمور طيبة ويلا نكمل الحياة؟ ما أنا لسه كنت بقول لك إنه بيتعرض لحالة سيئة جدا من النفسية، بتقعد مختزن عنده في الذاكرة. خصوصا هي ليه أكثر صعوبة على المرأة من الرجل؟ لأنه في كثير من السيدات اللي بتصير معهم دي الموقف يصبح هذا الموضوع مؤثر في صحتها النفسية وحتى على علاقتها الزوجية، إذا تزوجت في يوم من الأيام ويمكن ما تتزوج يمكن يأثر فيها لدرجة أنه هي ترفض هذا الأمر وتكره الرجل بشكل عام، بيأثر بشكل مرتبط ارتباط وثيق بالصحة النفسية. لذلك مشكلة. أرجع أقول مرة ثانية، إحنا ليش اليوم اخترنا موضوع التحرش وتكلمنا فيه؟ يا جماعة وجهه لا تخبيه، يعني فهمتيني؟ أنه مشكلة تخاف الأم وأرحمها ما ألومها، تخاف فتسكت، تقول لبنتها اسكتي، لا ما اسكت، وتقول لولدها اسكت لا تعلم أحد، اسكت لا 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 لا. أقصى شيء تقدر تقول ما راح نروح هناك مرة ثانية. أنا اسمحي لي أقول لك الشر برا وبعيد أني في يوم من الأيام أنا أقول أو أوجه أحد بنصيحة وأقول له خلاص معليش اسكت، مستحيل مستحيل، الله لا يقولها. موضوع السكوت هذا أنه على حدث زي كذا أو على موضوع زي هذا أكبر خطأ، وخطأ لازم تعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة سواء كنت امرأة أو رجل. كلكم راع، كلكم راع، وكل مسؤول عن رعيته. سالفتنا اليوم صراحة أنا ما ودي أنها تنتهي، عندي كلام كثير فيها وعندنا قصص كثير نسمع فيها، ولكن عشان نكملها معاكم خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم. جانا لكم مشاهدينا مشاهداتنا في الموضوع المثير، ليس للجدل، لا جدل فيه، الكل متفق انه التحرش يجب ان يحارب، يجب ان يكافح، يجب بنقول بس بعدين لا. في نوع جديد مع الانفتاح اللي احنا تعرضنا فيه، يمكن تكلمت عليه في البداية عبير، التحرش الالكتروني. وما ادراك ما التحرش الالكتروني، ابسط انواع التحرش وأسهل أنواع التحرش، وعصري عشان يعجبهم، وعصري وأصعب أنواع التحرش. صح. هنا يعني المتحرش هنا طليق حر يتحرش ويرسل ويسوي كل ما بداله من خلف شاشة لا يعلم أحد، ويعتقد نفسه صح بحساب وهمي، حساب وهمي، وكل ما بلكتي الحساب فتح لك حساب آخر، وكل ما خلصتي المنصة راح لك على منصة أخرى، وهلما جرى من أنواع التحرشات أعتقد أنه ما حد يقدر يجيبه ترى. أيوة يعني في أنواع التحرش إيش بيحصل عشان أكون يعني أقدر أحدد لكم إيش هو التحرش الإلكتروني. التحرش الإلكتروني كثير ما خاصة للحساباتهم نوعا ما بابليك أو شيء، أكيد عبير تعرضت لها الموقف، أكيد يبعثوا لك صور وفيديوهات
ودك تقولي ودي يكون رقم الشرطة الإلكترونية ده سم. تفضل متحرش تحويل على طول على طول فورورد، لأنه في نوع من الاستخفاف والسذاجة الغبية من المتحرشين إلكترونيا، أنه يا عمي رسالة هذه ايش بش دعوة ايش سويت ما يدري ما يدري ترى أثرها بايخ. وأتكلم بالذات احنا السوشيال ميديا دائما نقول حلوة، ولكن أطفالنا لما يكونوا مسكين سوشيال ميديا أو مسكين المنصات أو حتى الجيمز اللي بيلعبوا فيها وبيتواصلوا فيها مع ناس ثانية عشان يلعبوا فيها ما نعرف إحنا أطفالنا بيتعرضوا لإيش أو ما شابه، خاصة إذا قال إذا خاصة إذا خليت ابني حسابه بابليك وبعدين ابني نضاف عنده ناس أو بنتي نضاف عندها ناس وبدأ يطلبوا منها ورينا وما ورينا وصوري وما صوري وإذا ما صورتي ترى أنا صور وعندي أيوة بهذا صار كمان تحرش وابتزاز وتهديد. لا أنت كده أنت خلاص صرت 25 سنة مؤبدة أتوقع. لا والناس يعني اللي يدخلوا لك على حسابات البنات مثلا ويبدأ يكتب كلام أنا شفتك وما أعرف إيش وأنا إيش وأنا إيش ويرسل كلام ويرسل صور ويرسل 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 هذا تحرش ترى. صح يعني هذا إحنا هنا نقول لك هذا تحرش، يعني أنت هذه ليست مبادرة وليست عرض لزواج ولا عرض لعلاقة، هذا صح. تحرش هذا لازم تفهميه. أي بنت قاعدة يجي لها هذا الكلام هذا تحرش. واسمحيني أقول لك حاجة مهمة جدا، يمكن كثير من الناس ما تعرف أثرها أو ما تعرف قد إيش مهم إنه إحنا نركز مع أبنائنا اللي بيلعبوا بالأجهزة الإلكترونية في البيت، نعرفهم مع مين بيتواصلوا ونعرف مع مين بيتكلموا. حتى أبنائنا وبناتنا اللي عندهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لازم كمان لبنى الأهل يعرفوا هم مع مين بيتكلموا، يعرفوا هم مين بيضيفوا، يعرفوا مين الحسابات اللي هم بيتابعوها. ليه؟ لأنه ممكن لا سمح الله شفتي كل اللي ذكرتيه هذا الموجه للأشخاص اللي عندهم حسابات عامة، كمان في حاجة ياخذوا صور يقصقصوا صور يركبوا صور بالظبط طبيعية وغير كده يسرق هويتك، يسوي حساب باسمك بصورك هذه اللي هو سارقها، عرفتي؟ يبدأ عاد الموضوع يصير فعلا في كمية بشاعة مهولة. أنا أستغرب من بشاعة قلب الشخص المتحرش، ولازم نوضح أنه هذا الشخص ترى ما يخاف الله، فلازم كل أب وكل أم يعوا ويفهموا ويركزوا. لبنى سؤال جدا مهم، هل باعتقادك أن الآباء والأمهات الآن يعون أهمية التوعية بخصوص التحرش وخطورة المتحرشين في المجتمع؟ شوفي أنا هنا لي نظرة نوعا ما، الكل يعلم أنه في شيء اسمه تحرش، يعلم صحيح. ويروح ويحرص، والأمهات الحريصين الله يعطيهم العافية تروح تحضر دورات وتروح تسمع دكاترة متخصصين وتروح للأب وتتناقش معاه ويأخذ الأب، يعني في سعي تجاه معرفة هذا الشيء صحيح. لكن ما في إدراك صح، ما في إدراك ليه؟ لأنه دائما في إنكار للموقف لا إرادي لا واعي. يعني لو جاها ابنها وقال لها أنا المدرس سوى فيني كذا، أو جت بنتها وقالت المدرس سوى فيني كذا، الأم لوهلة أولى ترفض فكرة أن ابني تعرض للتحرش وتستغرب أو تستنكر أنه مدرس. أيوة فتقول لا أكيد ابني فهم غلط، فهم غلط، أكيد ابني يعني يبغى يتبلع المدرس أكيد أكيد، وتبدأ تقاوم الفكرة وما تبغى تعيشها، فلأنه أثرها كمان على الأم مش طبيعي والأب مش طبيعي. لما تيجي أم وتعرف أن ابنها تعرض لهذا الشيء هذه ذبحة في صدر الأم. صح، وبعدين لازم كمان يا لبنى ينتبهوا على الحالة اللي بتصير. طالما ابنك تغير دائما ركز، أنا ابني تغير ليه؟ أنا ابني صار عصبي، إيش فيه؟ مش التحرش أحيانا، سواء كان تحرش اغتصاب، ممكن يكون الولد أحد بيتنمر عليه في المدرسة أو البنت واحدة من المعلمات. بس اتكلموا تحاوروا مع أبنائكم، هذه أمانة من رب العالمين. يمكن لبنى في حاجة مهمة جدا لازم نقولها سوا ونتعرف عليها، اللي هي التوصيات حول العالم اللي جرمت ظاهرة التحرش. خليني أقول لك على التوصية اللي حصلت التوصية العامة 19 كانت للأمم المتحدة في مؤتمر القضاء على جميع أنواع العنصرية ضد المرأة، عرفوا التحرش الجنسي على أنه يتضمن
أي فعل جنسي غير مرحب به كالاتصال الجسدي أو التلميحات أو التعليقات الجنسية الخاصة باللون وعرض الإباحة والطلبات الجنسية سواء كان بالقول أو الفعل، قد كان سواء كان هذا الفعل قد يكون مذل وقد يكون إلى يؤدي إلى مشاكل صحية وأمنية. طبعا هو نوع من أنواع التمييز عندما تعتقد المرأة أن اعتراضها على مثل تلك الأفعال سيسبب لها في إضرار في العمل ومن ضمنها التعيين أو الترقية أو خلق جو عمل عدائي. إذا هنا إحنا قاعدين نقول يا جماعة تكلموا اتكلموا 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 لا تتكلموا اتكلموا. وفي دولتنا العظيمة كمان وجهودها الرائدة دائما قانون عقوبات المتحرشين في المملكة يعاقب بالسجن مدة سنة عفوا تعاقب مدة سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى العقوبتين في حق من ارتكب التحرش. طبعا هذا إذا كانت عملية التحرش عملية أول مرة أو أول مرة أو بين شخص ناضج وشخص ناضج يعني في فئة عمرية معينة، لكن هذه العقوبة تغلظ قد تصل إلى 300,000 ريال وإلى 5 سنوات وربما في بعض الحالات الاستثنائية أكثر من ذلك إذا كان الشخص ما تأدب رجع عاد الموقف ثاني رجع ما ردع ترجع الدولة تردعه. وفي حالات أيضا أخرى لما يكون الشخص المتحرش به من الأشخاص ما دون 18 سنة ما دون حدث أو يكون مع شخص ضعيف يعني شخص عاملة أو سائق أو شخص تحت سطوة الشخص أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا المتحرش بذوي الاحتياجات الخاصة هذا عصوت هذا لا أنا يعني أنا بدأ عليه يموت هذا لا ترى شوفي هذا لا يسجن. يعني هي متعبة بس فعليا أنا أدعي على الناس ترى أنا مرة أدعي على الناس اللي زي كده يعني وفعلا أي أحد لازم يدعي عليهم لأنه أي أم متخيلة ممكن تستوجع وقلبها يتقطع لما تتخيل فقط إنه في أحد يتحرش في ابن أو بنت فما بالك كمان شخص ضعيف يعني 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 عنده من ذوي الإعاقة يعني كم آن يعني ما أعتقد إنه الناس ممكن توصل فيها ذي المحرف. عشان كذا لبنى أنا أؤيد وبقوة التشهير التشهير يمكن حاجة من الحاجات الأساسية. الآن في أمريكا تقدر تشوفي أو تعرفي إنه هذا الحي مين فيه متحرشين تخيل حتى بعد ما يطلع من الحركة حتى بعد ما يطلع من السجن يعني ترى هذا الشخص صحيح انه انسجن وانحبس وتمت معاقبته لانه قد تحرش مثلا في طفل او 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 لكن هو ساكن في هذه المنطقة فهم يعني بيفهموا الناس انه ترى انتبهوا ترى في هذه في منطقتكم في شخص متحرش ما هو انت ما تقدري خلاص اتحرش وتعاقب طب وبعدين عرفتي اوكي هو ترى كان متحرش فتحرش بس هو موجود في المنطقة هذه يمكن تحرش وتاب إلى الله ما نعرف بس خلص. ولكن احنا نشهر فيه بالضبط. ايش رأيك في موضوع التشهير ما تحسي انه من الأمور اللي ممكن تخلق كم هائل من الراحة والطمأنينة؟ انا بس هقف موقف انا للوهلة الأولى قلت احسن يستاهل ما حد قال له يعني هذه عقوبتك يعني لكن تخيلي لو انه تاب تخيلي تاب يعني اخذ عقوبته وتاب لا يعني لا. يعني انا مع انه هو يفضل اوكي تاب وتم علاجه وتم تاهيله وتزوج وله حياه بس معلش كمان انت اذيت مو شخص واحد سواء انت اذيت الطفل ده اذيت امه وابوه اخوانه واخواته اثرت عليهم وعلى حياتهم لا اكيد تستاهل التشهير والحمد لله رب العالمين انه الان مؤخرا اصبح يعني كثير من مرتكبو جريمه التحرش في المملكه العربيه السعوديه بيواجهوا ايضا التشهير لما يلاقوا انه لما تغلط ترى في تشهير خاصة أنت زودتها عرفتي فلا في تشهير طبعاً. وتشهير في محله صراحة أنا أقول التشهير يكون مقنن لما يعيدها أكثر من مرة ممكن عرفتي هنا لازم يشهر فيه. أي أكيد لكن هو أكيد طلع موضوع التشهير أو المعاقبة بالتشهير عندنا في المملكة بعد أن قررت البلاد تعديل جديد على نظام مكافحة التحرش سمحت بموجبه للقضاء بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش. إذن لا للتحرش ولا للسكوت
لا حد يسكت، لا حد يسكت، لا حد يسكت إذا أحد آذى، لا حد يسكت إذا أحد غلط عليه، لا حد يخليها في قلبه ويقول يلا معليش هو ما يقصد. أوكي، دائما ما نقول التزم نظارة، البس أو يعني شوف الناس بنظارة الأعذار والتمس لأخيك يعني 70 عذرا، لكن ما تلتمس أعذار في أشياء زي كذا ممكن تكون موجعة، ممكن تكون بتضايقك. يا أخوي ترى ولنفسك عليك حق، ابدا ما تفكر انه انت تآذي نفسك وتآذي بزورتك وتآذي الناس اللي حواليك بس لانه انت بتقول معليش هو ما يقصد. لا، فكر في الموضوع، سيء الظن وقتها. المتحرش شخص غير سوي، المتحرش شخص مرفوض اجتماعيا، والحمد لله انه العقاب جدا شديد، وايضا زي ما ذكرنا يغلظ. ولكن انا اقول حاجه هنا، وهنا انا ما بصف في ناحيه المتحرش، ولكن انا مع الانسان والانسانيه. المتحرش لازم يؤهل عشان يقدر يخالط المجتمع. أنا ما أقدر لأنه هو متحرش أنا أسجنه وبعدين أطلعه للمجتمع عادي كده، لا، ما يصلح يقعد معانا، ما يصلح يكون مع أولادي وبزورتي، ما يصلح. لازم أنه هو يتأهل على أساس أعرف أتصرف معاه ويعرف يتصرف معايا ويكون إنسان طبيعي. كمان أبغى أوجه كلمة لكل أم ولكل أب، لازم أرجوكم أنه أنتوا تتكلموا مع أبنائكم، تتحاوروا معاهم كذا مرة. نقول أهم يعني مراحل حياة أي طفل وأي بنت، أي طفل فعليا سواء كان ولد أو بنت، هي نص ساعة هذه قبل النوم. أجلسوا معاهم، أتكلموا معاهم خلال ذا الوقت، أفهموا منهم، شوفوا هم إيش يبغوا، حاولوا تفهموا سبب انعزال أبنائكم. ما عمركم تقولوا أنه يلا معليش هو خجول. طب الخجل هذا إيش سببه؟ خجول معناته هناك سبب، أمه وهي صغيرة كانت كمان خجولة، لا هذا مو سبب، أكيد في شيء أثر عليه. هذه الأشياء كلها، الحياة كلها أشياء إحنا بنتعلمها من حوالينا، لازم نتعلم كيف نفهم أبنائنا، لازم نتعلم كيف ندرسهم، نتعلم كيف نقدر ننشئهم نشأ صحيح لهذا المجتمع. وبس أحسنتي عبير، صدق على كل كلمة تقولينها. أنا قاعدة أغلي يعني، مش قادرة أعبر كثير، قاعدة أدور على الكلمات، بس أنا أقول يعني المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ويحق المسلم على المسلم المال والنفس والدم، وأنا مأمورة من الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على نفسي، ونفسي جزء منها جسدي أيضا. أرجع أقول القوة في المواجهة. أنا شخص ضحية، أنا تم التحرش بي، أنا ليه أخاف؟ ليه أنا اللي أخجل؟ ليه أنا اللي أتكتم؟ ليه أنا اللي أسكت؟ ليه أنا اللي أحط راسي تحت المخدة وأحط راسي في التراب وأخجل وكأن العار صايبني أنا؟ ليه أنا اللي تم التحرش بي؟ هو اللي المفروض يخاف، هو اللي المفروض يصيب العار. مشكلتنا الآية معكوسة، المتحرش به يخجل وينزوي، والمتحرش حر طليق يعوث في الأرض فسادا. ومن حقه، ليه؟ في مثل يقول لك يا فرعون إيش فرعنا؟ قال ما لقيت، ما لقيت حدي لمني. كل متحرش هيسكت عنه هيتحرش ويتحرش، وعملية وسلسلة تستمر. لما نوقف هزلت. وإن كنت متحرش بي أنا لي حق، والمسلم مطالب بأخذ حقه ولا يتنازل عن حقه من باب الدين، من باب أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا تم التحرش فيك قم وأقف وواجه وخذ حقك، هذا حقك أنت من مبدأ ديني، من مبدأ اجتماعي، من مبدأ إنساني، من مبدأ سمعة، من مبدأ نفس، من مبدأ خوفك وحرصك على نفسك ونفسيتك. بدل ما تنزوي وتخضع مهما قيل لك، استر على عمرك، استر على عمرك، استتر زين، لا استتر مش زين، في كل شيء استتر زين إلا هنا، هنا أقف وقفة مجاهد. والجهاد في سبيل الله أمر مأمورين فيه في الحفظ على النفس. أنا هنا أجاهد في سبيل الله أني أحافظ على نفسي وعلى سمعتي وعلى كرامتي وعلى جسدي وعلى موقفي. أروح وأتوجه للجهات المختصة، ولو العالم كله قال لي لا تتكلمي اتكلمي، كان مديرك المتحرش اتكلمي، كان أخوك المتحرش اتكلمي، كانت امرأة تحرشت بك تكلم. حتى الطفل علموه أنه لما حد يتحرش فيه يتكلم، لا تخوفوهم، لا تسكتوهم، لأن هذا وباء. لقاحه هو التشهير بالمتحرش ووضعه في موقف المتهم المدان الذي وجبت عليه العقوبة. أحسنتي.
أحسنتي وأتفق معك جملة وتفصيلا رائعة جدا. يعني يمكن الكلام اللي قلتيه فعليا أثر فيه، وأتمنى من جد أنه يوصل كلامنا ونسمع صوتنا مشاهدينا كثير من الأمور اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها، لأنه فعلا إحنا قاعدين نلمسها قاعدين نشوفها، فلازم من جد نعي ونستوعب ماذا يحدث من حولنا. أكيد برنامج سيدتي لحلقته لليوم ما زال مستمر معاكم، ولكن بعد الفاصل.